اليوم كنتواجدوا هنا في مصب ام الربيع، جات هذه اللجنه على هذا الاساس ان نشوفوا المشكل فين كاين ديال انسداد ام الربيع. فعلا ني جينا بركة مع الناس المجتمع المدني، صنتنا لهم، عرفنا المشاكل، عرفنا هذه، والحمد لله احنا دابا غادي ننتقلوا دابا عند المدير ديال التجهيز وعند السيد العمال وعند رئيس الجماعه ديال ازمور من اجل افادتنا بالمشكل، يعني ما كامل الخلل في كينا، ويمدونا بالوثائق اللازمه من اجل هذه المهمه الاستطلاعيه باش تقوم بالدور ديالها. وحنا الحمد لله غادي نقوموا بالدور ديالنا كمهمه استطلاعيه، وغنديروا لقاءات مع الوزراء في اطار هذه المهمه الاستطلاعيه، وغادي ان شاء الله اللي كنطلبوا اليوم خاص يدار واحد الحل اولي، حل ترقيعي من اجل الفتح ديال هذا الانسداد ديال النهر ام الربيع، باش الواد يقوم بالدور ديالو ثاني، ويكون داك المد والجزر، يعني لو تغير ديك المياه اللي كاينه دابا ستاغناس ولا كاينه ديال الماء دركا، على الاقل يدار هذا الحل ترقيعي الى حون تنشوفوا الدراسه. قال لك المهم اللي كنسمعوا اليوم ان كاين دراسه، جاوبنا وزير التجهيز، درت له سؤال كتابي، جاوبني على اساس انه كاين واحد الدراسه اللي كيوجدوا فيها دابا من اجل الحل الجذري ديال هاد انسداد ام الربيع. حنا غنتصلوا بالسيد الوزير وغنشوفوا هاد الدراسه فين وصلات، وفين يعني علاش يعني تعطل هاد الملف هذا ديال انسداد ام الربيع. ونحن يعني كمجتمع مدني يهمنا كثيرا يعني التدخل من اجل انقاذ هذه المعلمة اللي هي نهر ام الربيع. كما تعلمون اصبح نهر ام الربيع بركة آسنة، فنعلم جميعا المشكل اللي كاين بين الشركة التي كانت تجرف الرمال وكذلك الوزارة الوصية. فهذه الشركة 17 سنة وهي تجرف الرمال، وليس هناك يعني حل لمعضلة مصب ام الربيع. اليوم كانت واجدوا رفقة اللجنة الاستطلاعية البرلمانية اللي جات باش تشوف وتشرف على المتابعة ديال المشكل مصب نهر ام الربيع، اللي حنا كنتواجدوا حاليا في واحد المنطقة اللي هي كانت منطقة معروفة بالتيار المائي ديالها الخطير، اللي حنا دابا قادرين اننا نجلسوا فيها ونتواجدوا فيها وكل شيء، وهنا كتبين حجم والكارثة والمعضلة اللي كنعانيو منها في هذه المنطقة. من بعد ما التنسيقية قامت بمجموعة ديال المظاهرات والاحتجاجات بمدينة أزمور والنواحي لقرابة ما السنتين، كنا جلسنا من مجموعة ديال البرلمانيين، مجموعة ديال المستشارين، رؤساء الجماعات ديال المنطقة، وكان آخر جلسة كانت مع وزير التجهيز السيد نزال البركة في مقر الوزارة بالرباط في شهر دجنبر الماضي، واللي كان وعدنا على اساس انه راه كاينه واحد الدراسه في المراحل النهائيه ديالته، وانه غادي دار واحد اليوم دراسه مدينه ازمور حول مخرجات الدراسه والحلول الممكنه باش اننا نحيدوا هذا المشكل جذريا. المجموعه ديال والفرع ديالنا الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان فؤاد الشبوكه يثبت بما لا يدع مجال للشك كيفاش ان واحد العدد كبير ديال الفلاحين الكبار اللي دايرين واحد العدد كبير ديال الامور وتيستنسفوا الواد ديال ام الربيع وما خلاوش حتى قطرات الناس باش يشربوا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.